من قبل الميلاد لما درسوا المومياوات شافوا ان عندها جلطه في الشريان التاجي ماتت وهي صغيره. فده اول قلب اتسجل في التاريخ انه مات بازمه قلبيه، قلب مصري. قلب مصري. فاحنا الاقدم وجعا والاكثر وجعا. والاكثر عشان احنا برضو عاطفيين. عاطفيين وعندنا بقى ضغط الدم عالي جدا. 26% من المصريين البالغين عندهم ضغط الدم عالي، ده في مجمل القطر المصري. لو شفت العاصمه القاهره الكبرى هتلاقي 30%. يعني كل 3 واحد عنده الضغط عالي. هتقولي طب ايه المشكله؟ المشكله ان الضغط ده بوابه امراض القلب. يعني يقول لك انا ما عنديش حاجه، انا مش مصدق. يا حبيبي احنا مش بنديك الدواء عشان الصداع. الضغط انت لو اهملته هيأثر على عضله القلب، هيأثر على الشرايين التاجيه، على شبكيه العين، على المخ، على الكلى. ناس كتير فاهمه ان زياده الفشل الكلوي في مصر يقول لك الميه، ميه ايه يا حبيبي؟ في سببين اللي بيخلوا الفشل الكلوي زياده في الضغط والسكر. اول حاجه الضغط، ماشي السكر معاه، والمسكنات اللي هو الابيوس بتاع الادويه المسكنه. اوكي. يعني ناس كتير يقول لي، يعني كنت لسه بتكلم مع واحد قال لي والدي كان بيبلبع ادويه مسكنه عشان ظهره، فجاه لقى الكرياتينين عالي وداخل في مشاكل في الكلى. اوكي. الضغط ملوش اعراض، يعني بيسموه القاتل الصامت، يعني الواحد مش هيعرفه الا اذا راح وقاس الضغط. فلازم تدور على الضغط بتاعك. انا دايما اقول فتره والتانيه اعرف رقمك، فتش عن الضغط قبل ان يفتش عنك الضغط، لان هو هيجيبك ضبط واحضار بطريقه مش كويسه. يفتش عن الضغط قبل ان يفتش عنك الضغط، لان هو تفتيشه هيبقى صعب، هيجيبك ضبط واحضار في العنايه المركزه. ستار يا رب. طب